ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده هنعمل ستيفر رياكشن جديد على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن على فيلم هينزل السنه الجايه وهو فيلم جاستس ليج، بس النسخه بتاعه زاك سنايدر. المفروض ان هي هتتعرض السنه الجايه ان شاء الله. والممثلين طبعا هم في امي ادمز وبن افليك وهنري كافيل، وهيبقى في كمان جيسي ايزنبرج في دور لكس لوثر، معانا كمان جال جادوت وامبر هيرد وجيريمي ايرونز في دور الفريد، وفي كمان ديون لين وازرا ميلر في دور فلاش وجيزون ماموا وجي كي سيمنز في دور جوردون وروبرت رايت في نفس الكاست بتاع فيلم جاستس ليج اللي كان نزل في السينما، او الكاست عامه بتاع دي سي جاستس ليج على بي في اس على مان اوف ستيل. هو نفس الكاست ما اتغيرش. ناس كتيره جدا ردت فعلها على التريلر الجديد بتاع زاك سنايدر، قالوا حاجه وهم، ولسه قاري من شويه ان هو هيبقى 4 ساعات، هو مش هيبقى فيلم هيتعرض في السينما، هو هيبقى فيلم هيتعرض على اتش بي او ماكس. هو ما يعتبرش فيلم قوي، ممكن تسموه تي في ميني سيريز، يعني اللي هو هيتعرض تقريبا، هو تقريبا على ما اعتقد 4 حلقات، وهيتعرض حلقه كل اسبوع وكل حلقه ساعه، فهو مش فيلم كامل على بعضه يعني. والله هو لو نزلوا الفيلم كله مره واحده يبقى كتر الف خيرهم بصراحه، نخبط ال4 ساعات على طول ورا بعض ويبقى زي الفل، بدل ما كل اسبوع نستنى حلقه وبتاع ووجع قلب يعني. 4 ساعات بصراحه يبقى كتير جدا، بس ماشي يعني. هم قالوا ان الفيلم اللي هو جاستس ليج الفيلم اتظلم جدا، وكان في مشاهد بالهبل اتشالت، وكان فيلم، هو انا من وجهه نظري انا كان فيلم فعلا زباله الزباله. انا مع كامل احترامي لكل الناس اللي بتحب دي سي، بس انا الفيلم بالنسبه لي كان وحش جدا جدا جدا. انا لحد دلوقتي ما شفتش فيلم الدي سي يستحق ان احنا نقول عليه فيلم واو يعني خالص. انا من وجهه نظري مفيش يعني، هو ممكن جوكر بتاع خواكين فينيكس، بس ده لو نعتبره اصلا دي سي يعني، بس هو يعتبر ستاند الون موفي، ما يعتبرش كوميك بوكس قوي دي سي قوي على يونيفرس على بتاعه. هو قال ان هو هيعمل جوكر فيلم واحد والسلام عليكم، ومش هيكمل يعني تاني دور الجوكر، فما نعتبرهوش دي سي كوميك بوكس بقى ويونيفرس وسبايدر وسوبرمان وباتمان ومش عارف ايه وكده. وغير كده اصلا الفتره اللي جايه لازم الواحد يقعد يقرا شويه في موضوع السوبر هيروز والفيلنز والكلام ده كله بتاع دي سي، لان انا بصراحه مش من محبين دي سي قوي. انا مش بقول ان انا مجنون يعني مارفل، بس بحب صراحة افلام مارفل اكتر من افلام دي سي، فلازم الواحد الفترة الجاية يقعد يقرأ عن اكتر عن دي سي في السوبر هيروز والفيلنز والكلام ده كله، عشان الواحد يبقى عنده ملم يعني بالموضوع، عارف هو بيتفرج على ايه، ما بقاش قاعد بتفرج على اي حاجة وخلاص يعني. حتى الفيلم ده قبل ما ينزل السنة الجاية اكيد طبعا هعمل يعني ريسيرشز ليا انا شخصيا علشان اقدر اعرف مين الشخصيات اللي هتظهر. دلوقتي احنا هنخش نتفرج على طول على التريلر لاول مره، زاك سنايدر جاستس ليج 4 ساعات السنه الجايه. يلا بينا نتفرج على التريلر لاول مره، يلا بينا. Now I've heard there was a secret called really care for music, do you? The fourth, the fifth, the minor fall, the major. Hallelujah. 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 It wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth. Hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells, he's never fought us. Okay. Wow, the trailer شكله
يحمس الواحد. تقريبا الاغنيه اللي تم استخدامها في التريلر اللي هي هاليلويا تقريبا نفس الاغنيه اللي كانت استخدمت في التريلر بتاع واتشمان على ما اعتقد، كان زاك سنايدر برضو على ما اظن، يعني مش عارف ايه حكايته مع اغنيه هاليلويا. هو يعني التريلر شكله حلو مش وحش، ما عنديش كلام كتير اقوله بصراحه. يعني كل اللي اعرفه ان الفيلنز بتوع الفيلم ده هيبقى لاكس لوثر هيبقى الفيلن بتاع الفيلم ده، وهيبقى فيه كمان داث ستروك، وهيبقى فيه كمان دارك سايد اللي احنا لسه شايفينه في التريلر، وفي كمان حد اسمه دي ساد حاجه زي كده، ما اعرفش مين الناس دي، لازم اخش اكتر في الديتيلز بتاعت الفيلم، لان انا ما بحبش اتفرج على فيلم ومكنش عارف معلومات عنه اكتر. الناس اللي هي بتاعت الكوميك بوكس هي ممكن تفيدنا اكتر بكتير من الكلام ده. يعني لما شافوا التريلر اكيد طبعا الناس اللي هي المجنونه بتاعت كوميك بوكس طبعا زمانها دلوقتي ممكن يكونوا شافوا كميه حاجات وانا ما خدتش بالي منها، فانا اسف طبعا لو في حاجات كتيره انا ممكن اكون مش عارفها لان انا مش قاري قوي معلومات عن دي سي عامة وكوميك بوكس عامة، بس في مارفل تسألوني هتلاقوني عارف بصراحة. يعني بالذات الهوجة الأخيرة كانت بتاعت افنجرز انفينيتي وور على افنجرز اند جيم، والهوجة اللي حصلت بتاعتهم، فطبعا كنت عامل كمية ريسيرشز بالعبيط يعني قبل ما اشوف الفيلم، وكنت تقريبا يعني تقريبا كنت 95% من مارفل ده خلاص كنت كله عارفه. يعني بالنسبة لجاستس ليج انا ما كنتش متحمس بصراحه للفيلم اللي كان نزل في السينما، انا بالنسبه لي كان فيلم وحش جدا جدا جدا، كميه سي جي اي كانت موجوده في الفيلم مش طبيعيه. الفيلم انا لو كنت حريته كنت عامله كنت هديله ريت يعني في الفيلم، لو كنت عملت له ريفيو كنت هديله يعني ريت زي الزفت، لان بصراحه كان فيلم وحش جدا جدا جدا، يعني كان من اكتر الافلام وحاشه بالنسبه لي انا في عالم دي سي. يعني الفيلم ده مش عايز اقول متحمس برضه او مش متحمس، لان انا حاسه هيبقى يعتبر هو يعني مش شايف اي حاجه جديده، بس هم هيزودوا عليه تقريبا او اكيد هيبقى هو، يعني ما اعتقدش ان هم صوروا 4 ساعات فيلم يعني from scratch from A to Z، مستحيل. يعني اكيد هو نفس الفيلم اللي نزل في سنه 2017، بس اكيد طبعا حط له حاجات، يعني ده فيلم 4 ساعات، الفيلم التاني انا مش فاكر كان قد ايه، تقريبا كان ساعتين او ساعتين ونص حاجه زي كده يعني، فاكيد برضو هيبقى فيه حاجات من هنا وحاجات من هنا، اكيد ما صوروش فيلم من الالف للياء 4 ساعات يعني، ما اعتقدش يعني. بالنسبه لترقب الفيلم، انا بالنسبه لي انا كواحد مش بيحب بصراحه دي سي قوي او مش ملم بالعالم بتاع دي سي قوي، نسبه ترقبي بيه هتبقى 7/10. الفيلم المفروض هينزل السنه الجايه في 2021، طبعا زي ما قلنا مش هينزل في السينمات، هينزل على اتش بي او ماكس، والكاست طبعا زي ما هو. دارك سايد ده شكله هيبقى فيلن فشيخ، يعني شكله هو اللي هيبهدل الدنيا. اكتر حاجه لقط ان سوبرمان كان لابس البدله السوداء بتاعته تقريبا هيلبسها الفيلم كله على ما اعتقد. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها على الفيلم، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. This guy's